قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزات. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزات، جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة فيما يتعلق بالتصعيدات الجزائرية ضد خيرانصا. قبل مشاهدة الفيديو هذا ما تنساوش كالعادة وصلوا 4000 لايك، زكارة في كل واحد يكره الجزائر وزكارة في أبناء فرنسا. خوتي الكرام كامل شفتوا وش راهو صار الآن في الآونة الأخيرة من تصعيد جزائري ضد فرنسا بعد التصريحات المسيئة للجزائر وتاريخ الجزائر، تاريخ الشهداء الجزائريون 5,600,000 شهيد. جاء واحد خانز كيما نتايا ماخرون تتكلم في الجزائر وتتكلم في هؤلاء الشهداء. فبعد تلك التصريحات الجزائر بالطبع قامت بغلق المجال الجوي ومنعه عن الطائرات العسكرية الفرنسية. هذه الخطوة الأولى فقط يا خوتي من التصعيد الجزائري الفرنسي. تصريحات ماكرون يا خوتي وش راهو صار الآن بين الجزائر وفرنسا بالنسبة لي أمر إيجابي جدا، لأنه يبين حقيقة العلاقة بين الجزائر وفرنسا ويفضح أولئك اللي كانوا يقولوا أن الجزائر فرنسا تتحكم فيها. علاقة جد متوترة، وهذا ما يبينه حقد ماكرون على الحكم اللي راهو في الجزائر، على السلطة اللي راهي حاكمة الجزائر الآن. وصلنا خبر خوتي من عديد المصادر الإخبارية المتخصصة في المجال العسكري والمتخصصة في إخوة الكرام في العلاقات بين البلدان. هذا الموقع هو موقع مينا ديفونس، حيث أكد موقع مينا ديفونس خوتي أن الجزائر الآن قطعت أيضا عن السفن البحرية الفرنسية المجال باش يحبسوا في الجزائر باش يتوقفوا في الجزائر في طريق تنقلهم إلى عديد الدول الإفريقية الأخرى. يعني ما كانش الآن سفينة حربية فرنسية جي إلى الجزائر وتتزود بالوقود هنا في موانئ الجزائر. شفت يا ماكرون وين وصلت بلادك، وصلت بلادك للإهانة والذل والرخص، ولكن هذا الأمر اللي ما يحبوش عبالكم يا خوتي، ما يحبوش أبناء فرنسا. وكي نقولكم أبناء فرنسا حكيت عليهم في عديد الفيديوهات، مانيش نحكي فقط على اللي راهم هنا في الجزائر وإنما أيضا في الخارج للجزائر، أبناء فرنسا هنا أو أبناء فرنسا في الخارج للجزائر، وجهان لعملة واحدة، هذه الحقيقة. هذا الخبر خوتي ينزل كالصاعقة على رئيس الفاشل هذا ماكرون، لأنه كانت عديد السفن البحرية الفرنسية ترسو بميناء الجزائر أو الموانئ الجزائرية ككل من أجل التزود بالوقود، أيضا من أجل رقابة تقنية لهذه السفن. أما الآن فممنوع على أي سفينة فرنسية أنها ترسو في ميناء جزائري، ما يزيد تكلفة التنقل من فرنسا إلى أي دولة تعدي على الجزائر. أيضا يا خوتي ما نحبسوش هنا، لأن التصعيد هذا ما زال متواصل. الجزائر ماذا فعلت أيضا؟ قامت بمنع تزويد فرنسا بالوقود في الوحدات الشمالية لمالي، مش غير الوقود وإنما كل المشتقات النفطية. الجزائر منعت تزويد فرنسا بهذه المشتقات في رد ساحق ضد هذا المدعو ماكرون. صفعة وراء صفعة يتلقاها هذا النظام الفاشل، النظام الخيرانصي يا خوتي. الجزائر أصبحت عقدة لهؤلاء الناس، أصبحت عقدة لفرنسا وأصبحت عقدة للمخزن. يا خوتي نزيد نقول لكم حاجة انتم ما على بالكمش بها وحكينا عليها في فيديوهات سابقة ماضية عندها بزاف. في 2021 في هذا العام كان هناك وفد فرنسي راح يزور الجزائر برئاسة رئيس الوزراء الفرنسي، فبعثت الجزائر تعليمة ليهم وقالت لهم نقصوا علينا هذا الوفد لأنهم كانوا فيه بزاف بسبب الكوفيد. فبعد ما نقصوا يا خوتي الوفد زادوا جاوا باغين يجيوا إلى الجزائر برئاسة هذا رئيس الوزراء، فأمرت الجزائر بتأجيل هذه الزيارة وقالت لهم اسمعوا مليح يا خوتي، اسمعوا مليح يا أبناء فرنسا، قالت لهم هذا الوفد ماهوش في المستوى تاع الجزائر، بدلوا الوفد. هذه الحقيقة اللي معلا بالهمش بها بزاف ناس. يعني يا خوتي وش حبيت نقول لكم بكل بساطة، أن العلاقة بين فرنسا والجزائر في أسوأ حالاتها الآن، في أسوأ حالاتها، ومش الآن فقط وإنما يا خوتي منذ تعيين الحاكم الحالي واللي هو تبون، أيضا طاقم الحكومة كله ضد فرنسا. شفنا تصريحات يا خوتي، تصريحات لنوجه له تحية على هذه التصريحات، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن في تصريحات مذلة لفرنسا يرد على فرنسا. أيضا تصريحات وزير الشؤون الدينية يا خوتي مسح الأرض بفرنسا. شوفوا هذه التصريحات يا خوتي وسمعوها مليح. الجزائر أكبر من كل التصريحات التي تحاول
المساس بتاريخها والمساس بعمق تاريخها وجذورها. فالجزائر أعمق من هذه التصريحات وأكبر من كل من يصرح بهكذا التصريحات، فهي غير مقبولة ومردودة على قائلها. أقول هي تصريحات مردود على قائلها، ولن نرضى بهكذا تصريحات. فالجزائر شعبا وأمة واقفة وضاربة أطنابها في التاريخ. واسألوا إمد غاسن، واسألوا ماسينيسا، واسألوا الأمير عبد القادر عن تاريخ الجزائر وعن هذه رسالة للناس هذوك اللي راهي تقول بلي العلاقة بين الجزائر وفرنسا علاقة راهي مليحة وفرنسا ما زالت حاكمتنا هنا في الجزائر. نقولوا لك ما لا، انتظر نهاية 400 شركة فرنسية راهي تنشط في الجزائر قريبا جدا. المهم خوتي ما تنساوش انتوما شاركونا ارائكم في التعليقات، ردوا على كل ابناء فرنسا اللي راهم يجيو ويكومونتيو في التعليقات ويسبوا في الجزائر، ردوا عليهم بالثقيل خوتي. السلام عليكم. تتجه الجزائر لمنع السفن العسكرية الفرنسية من الرسوء في موانئها البحرية، ذلك بحسب ما ذكر موقع مينا ديفنس الجزائرية المختص في الشؤون العسكرية. الموقع أشار إلى أن الجزائر قررت أيضا وقف تزويد فرنسا بالمحروقات لوحداتها في شمال مالي ووقف أي تعاون ثنائي بينهما. كما ذكر الموقع أن اجتماعا عسكريا مهما بين الجزائر وفرنسا كان مقررا عقده في باريس نهاية الشهر الماضي تم إلغاؤه. قبل ذلك أكد الجيش الفرنسي إغلاق الجزائر لمجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية. الجيش الفرنسي قلل من تأثير هذا القرار الجزائري على عمليات باريس العسكرية في منطقة الساحل، وأضاف أنه اتخذ بعض الإجراءات للتأقلم مع الوضع الراهن. وخلال السنوات الماضية شهدت العلاقات الفرنسية الجزائرية الكثير من الأزمات. التقرير التالي يستعرض أبرزها. في فبراير 2005 شهدت العلاقات بين الجزائر وباريس توتراً عندما أقر البرلمان الفرنسي قانوناً يعترف بالدور الإيجابي للاستعمار، وتسبب هذا القانون بإبطال معاهدة الصداقة التي وقعها البلدان. وشهدت العلاقات الثنائية توترات حادة أخرى في مايو 2020 بعد أن استدعت الجزائر سفيرها صلاح البديوي على أثر بث فيلم وثائقي حول الحراك المناهض للنظام في الجزائر على قناتين فرنسيتين رسميتين. وفي أبريل 2021 أعلنت باريس تأجيل زيارة كان مقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي إلى الجزائر في خطوط مفاجئة عزتها مصادر فرنسية وجزائرية إلى أسباب دبلوماسية، مشيرة إلى أن حجم الوفد الفرنسي الذي جرى تخفيضه بسبب الجائحة اعتبر غير كاف من قبل الجزائر التي أبلغت باريس بذلك. في الثاني من أكتوبر الجاري وصل التوتر أشده بعد تصريحات للرئيس الفرنسي قال فيها إن على الجزائر إعادة كتابة تاريخها في مرحلة الاستعمار، وعلى إثرها استدعت الجزائر سفيرها من باريس وحضرت الطائرات العسكرية الفرنسية التحليق في أجواء البلاد. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.